بمناسبة أن المباراة في ذكرى حرب أكتوبر وبمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، زي النهاردة سنة 73 كيف كان حال الكرة المصرية؟ الحرب لما قامت إيه اللي حصل؟ النهاردة سألت زميلنا العزيز عبد المنعم القسطى على محاولة النظر إلى الكرة المصرية كانت إيه يوم 6 أكتوبر الساعة 2. الجنود بيعبروا خط بارليف، سلاح الطيران الجوي بيجتاح السماء، الكرة كانت عاملة ازاي؟ وقتها كان في مباراة بتبدأ الساعة 2:30، يعني بعد ساعة الصفر واندلاع الحرب في نفس التوقيت ده، جريدة الأهرام يوم 6 أكتوبر 73 كانت ب 15 مليم، شوارب بص على السعر على طول. التوتر يشمل كل جبهات القتال ويشتد في جبهة قناة السويس. في الكرة كان ايه بقى؟ يوميها يا باشمهندس حكم الدولي الكبير ابراهيم الجويني عليه رحمة الله كان بيحكم في ملعب الترسانة مباراة الطيران مع غزل المحلة. غزل المحلة والطيران في نفس وقت الحرب كان بيتلعب الماتش، والماتش بيتلعب، ما هو ما حدش يعرف ان في حرب. ده قمه العزم والتمويه. اللي حصل فيها حاجه لفته ذكيه جدا. ملعب الترسانه طبعا فيه جماهير كتيره، جمهور المحله جاي ورا المحله، وفي جمهور من الطيران بسيط حسب هتلاقيهم اعداد يعني قليله. لا، المباراه 0-0. المباراه بدات 2:30. اثناء الشوط الاول الاذاعه بتذيع البيان الاول. عبرت قواتنا المسلحة خط بارليف والسلاح الجو الطيران الجوي بيلقن العدو درسا قاسيا، وإذا بالجماهير المحلوية والترسانوية يهتفوا للطيران رغم أن الطيران في الملعب بيلعب وحش، فمبقوش فاهمين. أتاري الجمهور متفاعل مع الطيران المصري. أيوة. اللي بيعبر الأجواء. أيوة أيوة. فكان لافت جدا أنه إيه ده، المحلة جايبين جمهور معانا يشجعنا، عمال يهتف للطيران، والطيران فرقه الطيران فرقه الكره في الملعب متقطعه. فايه دول اللي بيهتفوا لهم؟ فبدات اللعيبه تسال اشمعنا في ايه؟ خرجوا بين الشوطين بداوا يسمعوا الاخبار، انه في حرب، انه بدا الطيران أيام المصري. جميله طبعا، ايام جميله. فبدات الاجواء في الشوط الثاني بقى تبقى وديه قوي، يعني الكل مسيطر عليه انباء الفرحه، الكل ماسك الراديو عايز الماتش يخلص بقى، عايز يخلص عشان يشوف الماتش الكبير. ماتش العمر. اتحاد الكره بالليل اجتمع وقرر الغاء مسابقه الدوري والاكتفاء بما لعب، اعتقد كانت لعب 4 اسابيع ولا حاجه في هذا الموسم اللي هو 73 74، وتم الغاء المسابقه اللي ما رجعتش الا السنه اللي بعديها. كل سنه ومصر طيبه، كل سنه ومصر عافيه، كل سنه ومصر حرة وقادرة دايما على كل نصر. بس برافو عليك، يعني تفكير جميل، قصة جميلة جدا، ما حدش كل سنة وانت طيب فكر فيها. يعني اشكر عبد المنعم القسطى بقى. يا قسطى متشكرين يا قسطى. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف كيف انتصرت قيم الأهلي في أصعب المباريات.